الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن ييسر لكم أنواع العبادات وأن يتقبلها منكم وأن يعينكم على أدائها وأن يرزقكم شكر الله أن يسرها لكم. وبعد، نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بقراءة كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والحج في لغة العرب يراد به القصد، ويقصد به في الشرع قصد بيت الله الحرام وما حوله من مشاعر لأداء نسك معين. والحج فريضة مأثورة عن إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قد أوجب الله الحج وجعله فريضة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج إنما يجب على الإنسان مرة واحدة، وإذا نظر الإنسان إلى كثرة أعداد المسلمين وتنائي ديارهم علم ما تفضل الله به على بعضهم من تمكينهم من أداء هذا النسك العظيم الذي هو أحد أركان دين الإسلام، كما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولعلنا أن نقرأ أحاديث الكتاب، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بفهم أحاديث هذا الباب واستنباط فوائدها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه يوم النحر على عجوز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، فجاءت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها وتنظر إليه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وإن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. في هذا الحديث من الفوائد جواز الارتداف على الناقة، كما ردف النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه في هذه الحجة. وفي الحديث من الفوائد أيضا ركوب الإنسان على عجز الدابة، وفيه جواز الركوب في الحج، وفي هذا دلالة على أن المشقة في الحج
ليست مقصودة لذاتها، وإلا لترك النبي صلى الله عليه وسلم الركوب في الحج ولحج على أقدامه صلى الله عليه وسلم، بل ركب صلى الله عليه وسلم أحسن المركوبات التي تركب في ذلك العصر، فدل هذا على عدم تفضيل الحج ماشيا، وأن الحج ماشيا ليس له مزية. وفي هذا دلالة على أن المشقة ليست مقصودة لذاتها، ولكن إذا حصلت المشقة في طريق العبادة كان ذلك أعظم لأجر الإنسان. والفضل هو الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس، وفي الحديث فتوى الإنسان على دابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يفتيهم وهو على الدابة. وفي الحديث من الفوائد استفتاء المرأة للرجل العالم لتسأله عن مسائلها، كما كان من هذه المرأة الخثعمية. وفي الحديث وجوب صرف الإنسان نظره عما لا يحل له النظر إليه، ومن ذلك نظر الإنسان إلى أبدان النساء وهيئتهن، وقد قال تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وقد ذهب جماعة إلى وجوب تغطية المرأة لوجهها، فهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، وأحد القولين في مذهب الإمام مالك. ولا زال عليه عمل المسلمين في جميع أقطارهم إلى أعصار قريبة، ويدل عليه عدد من النصوص، منها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لكم الآية، وقال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال هنا ما ظهر ولم يقل ما أظهرت، من مثل طرف الثوب ونحوه. وقالوا عن حديث الباب بأن الاستدلال على وضاءة المرأة يمكن أن يكون برؤية أدنى طرف من أطرافها، وبالتالي قالوا الحديث في دلالته على مسألة الباب احتمالات، فلا تترك دلالة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتتابعة من أجل احتمال وارد في هذا الخبر. وفي الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصد الإنسان لمن معه عن النظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، وفي هذا دلالة على وجوب أن يغض الإنسان طرفه عن النظر إلى النساء، سواء كان نظراً مباشراً أو كان نظراً في وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال والتواصل. وفي الحديث من الفوائد أن الرجل الكبير في السن الذي لا يستطيع أن يحج فإنه يوكل من يحج عنه، وفي هذا دلالة لمذهب الشافعي وأحمد على أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية، فإن العلماء لهم في تفسير الاستطاعة المشترطة في وجوب الحج ثلاثة أقوال، فعند مالك الاستطاعة هي الاستطاعة البدنية، وعند الشافعي وأحمد الاستطاعة هي الاستطاعة المالية، وعند أبي حنيفة
الاستطاعة تشمل البدنية والمالية، فهذا رجل كبير في السن لا يستطيع ببدنه، ومع ذلك قالت المرأة بأن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، أفيقضي عنه أن أحج عنه؟ ففهمت أن الحج قد وجب عليه مع عجزه بدنيا، فدل هذا على ترجيح مذهب الشافعي وأحمد في تفسير الاستطاعة المشترطة في الحج بأن المراد بها الاستطاعة المالية. وفي الحديث دلالة على أن الحج واجب وفرض يجب على القادر أن يقوم به، فإن المرأة قالت إن فريضة الحج وعلى عباده، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن العاجز ببدنه يجوز له أن يوكل غيره في أن يحج عنه. وفي الحديث جواز إنابة الرجل للمرأة لتحج عنه كما حجت هذه المرأة عن أبيها. وفي الحديث ذكر حجة الوداع وذكر ما كان فيها من الأمور التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن من حج عنه لعدم استطاعته ثم استطاع بعد ذلك فإن الحج الأول يكفي عنه ولا يلزمه أن يحج بنفسه، لأنها قالت فهل يقضي أن أحج عنه، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل إن كان سيسلم بعد ذلك أو لا. وفي الحديث من الفوائد اختلاف من يصحبه الإنسان في أثناء رحلة الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب معه أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، ثم ركب معه الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. وفي الحديث من الفوائد تقديم الوقوف بعرفة على المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. وفي الحديث أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى كان في صباح يوم العيد. وفي الحديث من الفوائد مشروعية رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وأنه لا ترمى بقية الجمرات الصغرى والوسطى في ذلك اليوم. وفي الحديث دلالة على أن هذا الرمي واجب من واجبات الحج. وفي الحديث مشروعية الاستمرار في التلبية إلى رمي جمرة العقبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فلما ابتدأ رمي جمرة العقبة ابتدأ بالتكبير واستمر على التكبير وانقطع عن التلبية وواصل التكبير إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. في الحديث من الفوائد مشروعية رفع الصوت بالتلبية ليسمع الناس التلبية، وهذا خاص بالرجال. وفي الحديث أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، ولذا أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت ذو الحليفة بهذا الاسم لكثرة نبات الحلفاء فيها. وفي الحديث من الفوائد تلبية النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد على ناقته واستوى عليها. وقد نقل بعض الرواة أنه لبى وأهل بعد فراغه من الصلاة، وآخرون نقلوا بأنه لبى بعد أن استوت به راحلته،
والآخرون نقلوا أنه لبى حينما استوى على البيداء، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في المواطن الثلاثة، فكل واحد من الرواة نقل ما شاهده وظن أنه لم يلبي في غير ذلك الموطن. وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب قول الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إلى قوله: ليشهدوا منافع لهم. أحسن الله إليكم. قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. أنواع الركوب على الناقة متعددة، فمن أنواعها أن يوضع رحل خشبات يسيرة يركب الإنسان عليها، وقد يوضع عليه زاملة، وقد يوضع عليه هودج، وقد يوضع عليه أنواع أخرى، فأقلها الرحل. ولذا لما حج أنس على رحل كأن بعض الناس تقال وقال: هذا متعب، وهذا يدل على بخل الإنسان في نفقته. فكأن أنس أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه على الرحل. وعلى كل، فهذا مركوب معتاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم، فيدل على جوازه. والأفعال النبوية التي تفعل على جهة العادة أو لأن الناس يفعلونها يحكم بأنها تدل على إباحة ذلك الفعل، وبالتالي فلا يشرع أن يقتدى به لذات الاقتداء، لكن هذا الفعل دال على الجواز. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن الحج. وسأله نساؤه عن الجهاد، فقلنا: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه أيضا فضل الحج وعظم الأجر المرتب عليه. وفي الحديث أن الأصل عدم مشاركة النساء في الجهاد إلا أن يكون هناك سبب يقتضي ذلك. وفي الحديث أيضا أن الحج أفضل بالنسبة للنساء من الجهاد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه بعد أن حججن معه: هذه والحصر، أي إلزمن بيوتكن ولا تؤدين الحج بعد ذلك. ولذا كان من شأن بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركن التطوع بالحج إلا عائشة، فإنها لما روت هذا الحديث رأت أن تستمر في التطوع بالحج، وهكذا كان منها رضي الله عنها. وفي الحديث ذكر ما يتعلق بحج النساء، وفي قوله: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور، في هذا دلالة على فضل الحج المبرور. والحج المبرور ما اشتمل على معان: أولها الإخلاص لله تعالى بإرادة الآخرة ورضا الله، وثانيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها اجتناب محظورات الإحرام، ورابعها حفظ الجوارح عن المعاصي، وخامسها فعل الأمور الحسنة
التي فيها إحسان للآخرين. وفي بعض الروايات قال: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. وفي بعضها: لكن أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. وعلى الصيغة الأولى تكون هذه اللفظة خاصة بالنساء، وعلى الصيغة الثانية يشترك فيها الرجال والنساء. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا مشروعية احتساب الأجر في متابعة الحج. أحسن الله إليكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث أي لم يزاول أمرا من أمور الأمور المتعلقة بالنساء، لا بالجماع ولا بمقدماته ولا بالحديث عنه وعن النساء. وقوله ولم يفسق أي لم يعص الله عز وجل سواء بمحظورات الإحرام أو بغيرها من المحظورات. وفي هذا دلالة على فضل الحج، وأن الحج لا يتم إلا بالطواف بالبيت لقوله من حج هذا البيت. وفي الحديث أيضا أن المحرم يجب عليه أن يجتنب مقدمات الجماع والحديث المتعلق بذلك. وفي الحديث: زيادة إثم المعاصي عند ارتباطها بشيء من الأوصاف ككون العاصي محرما. وفي الحديث: ذكر سبب من أسباب مغفرة الذنوب وزوالها. وقد اختلف أهل العلم في فهم هذا النص، هل المراد به زوال جميع الذنوب من الكبائر والصغائر كما هو ظاهر اللفظ، أو أن المراد به الصغائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، وظاهر الحديث يدل للقول الأول. أثابكم الله. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في هذا الحديث مشروعية التزود لأداء النسك، وفيه التحذير من سؤال الناس. وفي الحديث أن الأولى بالإنسان أن يأكل من عمل يده. وفي الحديث من الفوائد جواز تزود الإنسان بأنواع الطعام لأداء نسك الحج. أحسن الله إليكم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. في هذا الحديث ذكر المواقيت المكانية التي يلزم مريد الحج والعمرة أن يحرم منها، وفي هذا دلالة على تحريم تجاوز الميقات لمن أراد النسك بدون إحرام. وفي الحديث أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي مكان وواد بقرب المدينة يسميه بعضهم وادي العقيق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الوادي المبارك. وأما الجحفة فهي مكان على الساحل، والأظهر أنه أيضا واد يسيل الماء عند نزول الأمطار فيه، وأقرب ما يكون له مدينة رابغ. و
الميقات الثالث لأهل نجد ومن كان في المشرق، فقد وقت لهم قرن المنازل، وقرن المنازل الأظهر أنه واد من الأودية، وهو من المواطن التي لا زال الناس يحرمون فيها، ويسمى الآن السيل أو وادي محرم. وقال ولأهل اليمن يلملم، في هذا بيان أن ميقات أهل اليمن يلملم، ويلملم واد أيضا يسير من الجبال من شفا بني سفيان حتى يصب في البحر، وفيه مواطن لأنه كلما نزل ذهب جنوبا، وبالتالي فبعض المواطن من هذا الوادي أقرب إلى مكة من مواطنها الأخرى. وفي الحديث أن أهل هذه البلاد إذا مروا بميقاتهم مريدين للنسك وجب عليهم أن يحرموا من هذه المواقيت، وفيه أن من مر بغير ميقاته فإنه يحرم من الميقات الذي مر به، وظاهره أنه يستوي في ذلك ما لو كان ميقاته الأصلي أقرب إلى مكة كما وقع الاتفاق، أو كان أبعد كما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وفي الحديث دلالة على أنه لا يلزم الإحرام لمن مر بالمواقيت إلا إذا كان الإنسان مريداً للنسك بحج أو عمرة، لقوله ممن أراد الحج والعمرة، وبذلك قال أبو حنيفة ومالك خلافاً للإمامين الشافعي وأحمد. وفي الحديث أن من كان منزله بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من بيته ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات. وفي الحديث من الفوائد أن أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى المواقيت ولا إلى أدنى الحل. أما إذا أراد أهل مكة العمرة فمذهب الأئمة الأربعة وجوب أن يخرج الإنسان إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر أمرها أن تخرج إلى التنعيم، مع أنه كان سيسافر وكان منتظرا لها، وأرسل أخاها عبد الرحمن معها، ولو كان يجزئها أن تحرم من مكة لا أمرها أن تحرم من مكة، وقد خالف في ذلك الظاهرية فأجازوا أن يحرم المكي للعمرة من مكة، واستدلوا بحديث الباب، ولكن حديث عائشة أخص، وبالتالي فإنه يعمل بالخاص في محل خصوصه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قوله لما فتح هذان المصران يراد بها مدن العراق الكوفة والبصرة، وفي هذا بيان ما من الله عز وجل به على أهل الإسلام من فتح الأمصار. وفي الحديث رجوع الناس فيما يحدث لهم من المسائل إلى أهل العلم كما رجعوا إلى عمر رضي الله عنه. وفي الحديث أن قرن المنازل ميقات لأهل نجد. وفي الحديث من الفوائد أن من كان طريقه لا يمر بأحد المواقيت فإنه إذا حاذ أقرب المواقيت أحرم منه ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات. وفي الحديث من الفوائد أن اجتهاد عمر
لأهل العراق أن يحرموا من ذات عرق لكونها محاذية لقرن المنازل، والمحاذاة بأن يكون بين الميقات ومكة مسافة تماثل المسافة التي تكون بين المكان الآخر ومكة. وفي الحديث من الفوائد أن ذات عرق ميقات لأهل العراق، وظاهر حديث الباب أنه اجتهاد من عمر، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، فحينئذ نقول بأن اجتهاد عمر وافق النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتي من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. في هذا الحديث بيان ميقات أهل المدينة وهو وادي العقيق، وقد سميت في غير هذا الحديث بذي الحليفة، ويسمى الوادي بهذا الاسم إذا كان فيه حجارة لها لمعان وألوان خاصة تشبه شكل الأحجار الكريمة. وفي هذا الحديث اعتبار الرؤية المنامية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية أن يصلي الإنسان قبل أن يحرم، لكن إذا كان قبل الإحرام هناك فريضة فإنه يكتفي بها، وإذا لم يكن فريضة استحب على الصحيح أن يصلي ركعتين لهذا الحديث. وفي الحديث إثبات البركة لبعض المخلوقات إذا ورد النص بإثبات البركة لها، فإنه قال: صلِّ في هذا الوادي المبارك. ولا يجوز لنا أن نثبت البركة في شيء إلا إذا قام دليله من الشرع أو من التكرار والتجربة. في الحديث أن القارن يشرع له أن يقول في إحرامه عمرة في حجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. وفي الحديث ذكر ما يتعلق بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من أحكامها. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، أعانكم الله على طاعته، ووفقكم لشكر الله على ما أعانكم عليه، كما نسأله جل وعلا أن ييسر لعموم المسلمين أداء النسك، وأن يهيئ لهم من الأسباب ما يكون مؤديا لتيسير أدائهم لهذه الفريضة العظيمة، كما نسأله سبحانه أن يجمع كلمة أهل الإسلام، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف ذات بينهم. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين أسباب خير وصلاح وسعادة، كما نسأله جل وعلا لجميع المسلمين أن تيسر لهم الطاعات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.